ستظل إسرائيل العدو الرئيسي والأول لمصر إلى تنتهي حل المشكلة الفلسطينية. تعطي الفلسطينيين حقهم الشرعي، نبدا ان احنا ما تكونش عدو. النهارده مش في اتفاقيه سلام بيننا بينه، مش في تطبيع، هل تم الكلام ده؟ لا ما تمش. اتفاقيه سلام، حكومه وحكومه وسفاره وسفاره وكل حاجه، انما هل المصريين بيروحوا؟ هل احنا بنعمل بيزنس معاهم؟ هل هم بيعملوا بيزنس عندنا؟ لا. ستظل اسرائيل العدو الرئيسي والاول لمصر الى تنتهي حل المشكله الفلسطينيه. مصر ما اعلنتش في اي وقت، لكن انا كرايي الشخصي ايران هي عدو حقيقي قادم في المنطقه، ولو خدت النووي هتبقى مشكله كبيره لدول الخليج اولا ثم مصر ثانيا. وانت عارف انا دايما بنقول ان امن الخليج من امن مصر. ايران تجيب نووي ليه؟ ايه اللي عندها عدو عشان تخاف منه؟ كان زمان لا، اسرائيل بعيد عنها، لا كان زمان اسمه ايه دوت العراق، والعراق خلاص ولا 20 سنه عشان تقف رجليها. طب ليه تاخد نووي؟ اسرائيل ما هددتش ايران الا لما بقى بتقول انا عايز نووي، انما هي جايبه نووي عشان الدول اللي جنبيها الصغيره البسيطه الغنيه بس.